عندك مع شهيوات الدار؟ كتعرفي بزاف ديال الأسرار والوصفات وما كرهتيش بزاف الناس يعرفوهم؟ إيوا تابعي معنا كل صباح فقرة مطبخ إيديال ودامتي في شدى الأسرة، وبارطاجي معنا الوصفة مع سر النجاح ديالها في الواتساب على الرقم 0669 70 29، وكوني من بين الفائزات اللي كيربحوا كل يوم أجهزة إلكترونية منزلية صغيرة. أما الفائزة الكبرى، إيوا أشنو كتربح؟ كتربح كل شهر روبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع من عند إيديال ودامتي. إيوا شنو كتسني؟ صيفطي الوصفة وسير النجاح ديالها ومبروك عليك الرباح. إيديال، لنغدي الفرحة مع فقرة مطبخ إيديال ودامتي. شاركي وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع كل شهر، وكذلك أجهزة إلكترونية منزلية صغيرة كل يوم. أنتي أش من منتوج غتستعملي اليوم؟ إيديال، لنغدي الفرحة. مرحبا بكل السيدات وكل حادقات والحادقين اللي كيتواصلوا معنا دائما في هذه الفقره هذه من خلال الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669 70 70 29. شهر جديد، يعني هدايا جديده بطبيعه الحال، مكونات جديده اللي خاصكم تستعملوها دائما في الشيوات ديالكم. اليوم غنتكلموا على لي سوب اللي تبارك الله كاينين باشكال مختلفه كتنعطوها لنا، نقولوا ديال الفطر، ديال العدس، ديال بزاف ديال الحاجات، واكيد حتى اللي كنديروهم في الصوص ديال الدجاج وغيرها اللي كيساعدونا باش انهم كيعطيو واحد النكهه حتى هي بالنسبه للدجاج او للقطع ديال الدجاج اللي كنعملهم في داك البلاستيك بالتوابل ديالها. وهذا هو المطلوب ديالكم اليوم باش انكم تشاركوا معنا في هاد الطرق وبهاد المكونات هذه اللي خاصكم تشاركوها معنا من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب. كنقول رقم واتساب ما خاصكمش تعيطوا، رقم واتساب اللي هو 0669 70 70 29. وكيف العاده كل نهار جائزه، يعني ملي كيسالي الشهر اكيد كيوصلكم كلكم تانتوما الجوائز ديالكم، وبطبيعه الحال بالصحه الناس اللي وصلوهم. دائما كنقول العناوين خاصها تكون مضبوطه، الاسم ديالكم بالكامل، مدينه منين انتوما، وكترسلوه لنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669 70 70 29. مشيو عند لفاطمه. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام فاطمه. فاطمه من مدينه؟ من اكادير. لاباس عليك؟ صحتك بخير الحمد لله. كدايرين في لاباس؟ هانيه الحمد لله. اللهم لك الحمد. فاطمه، اول شيء تبارك الله على الشهيوات ديالك، وكنتي من الناس اللي كتب السميه ديالو والمقادير ومشيتي معنا في الامور كلها، ما شاء الله عليك. انت من الناس اللي كتستعملي المنتوجات، وشت عندك كاين بيتزا، كاين شوربات. اليوم غنشوفوا معك الشوربه ونشوفوا حتى الطريقه والاضافه ديالك، اشنو الشوربه استعملتي، واكيد اشنو هما المنتوجات اللي كينجحوا دائما الشهيوات ديالك. لا فاطمه تفضلي. ايه مرحبا. حضرت شوربه ديال الخضر. شديت البورو، شويه البورو حرته مع شويه زيت البلديه، درت ليه شويه دجاج، تحضر يعني صدر ديال الدجاج مع الزعتر مع شويه الربيع وشويه الابزار وشويه الخرقوم. عاد شديتها يعني شحرتهم حتى هضرت البصله شويه. من بعد زدت شويه الخيزو مربعات، ومن بعد البطاطا يعني قليتهم مزيان، ومن بعد روبت بواحد اطرو ديال الماء مخلط مع الشوربه ديال الخضر ديال ايديال. اييه. من بعد خليته حتى طاب، يعني انا خليته يعني نقصت ليه البوطه حتى طاب ليا، ومن بعد قدمته مع يعني ثلاث شويه تربيع يعني هكا تنسيمه. اول شيء الله يعطيك الصحه فاطمه. كيف كنقولوا هذا الوقت البارد، يعني كنحتاجوا اننا ناخذوا شربات، ناخذوا شي حاجات اللي هي كتكون سخونه، ما شاء الله عليك. كيف كتعرفي لا فاطمه معنا جوائز اللي نتوما كتختاروها، فتنتي اليوم غتختاري الجائزه ديالك. حنا اليوم غنمشيو بالترتيب، غنشوفوا اول كادو معنا، غنمشيو بالترتيب بحال هكا باش نشوفوا. اليوم غيكون عندك حماصه ديال الخبز بالصحه والراحه بارك فاطمه ان شاء الله ليك والوليدات والعائله ديالك ان شاء الله كامله. شكرا لك بزاف. تنمرت بهري في الوجان التماتنا فاطمه غمسنا قادير. مرحبا دائما بكل السيدات والساده اللي كيسمعوا لنا فين ما كان، واكيد حتى انتم ممكن تواصلوا معنا، ممكن تعطيونا الشيوات ديالكم من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب، وكنقول رقم واتساب عفاكم اللي هو 06 69 70 70 29. وحد موفق للجميع. أنتي أش من منتوج غتستعملي اليوم؟ مع فقرة مطبخ إيديال ودامتي شاركينا بأحلى الوصفات وفوزي بأجهزة إلكترونية منزلية صغيرة وغوبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز الرفيع كل شهر. إيديال، لنغدي الفرحة.